لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصة الكاملة للعريس الخليجي والعروسة المصرية. غضب وسخرية بسبب هذا الفيديو. أثار مقطع فيديو لعريس خليجي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ظهر فيه عروسان وعدد من المعازيم باحت قاعات الأفراح ورمى العريس الأموال على المدعوين، وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو العريس الخليجي والعروسة المصرية. ظهر فيه عريس خليجي يرتدي عباءة وعمامة وعروسة مصرية وعدد من المعازيم، وألقى العريس الأموال على المعازيم بشكل مهين كأنها نقطة، وخلق فيديو العريس الخليجي موجة من الغضب والاستياء بين مستخدمي السوشيال ميديا، ساخرين من فعل العريس ومستنكرين رد فعل المعازيم. وعلق صاحب حساب الفيديو المتداول عبر فيسبوك: الواحد بيحزن والله كل ما يشوف الفيديو ده، عريس خليجي وعروسة مصرية رمى شوية فلوس على زوجته واهل العروسة زي ما انتوا شايفين بيتخانقوا عشان يلموها في مشهد مش لطيف. فيما كتب اخر عبر صفحته الشخصية بفيسبوك: ما لقيتش عنوان مناسب، انا اتكسفت للعروسة بجد، كوميديا سوداء، والله زعلان من اللي في الفيديو ده. وقال محمد عثمان احد مستخدمي فيسبوك: الفيديو ده وراه في الكواليس واحد محترم زميل او جار كان بيحب واترفض واتجل، اصل الجواز لازم يكون فيه لا مؤاخذة تكافؤ فرص او انا مش حساه. وكتب اخر معلقا على الفيديو: الفيديو ده مفهوش اي حاجة مضحكة، ده يحزن بجد، طلع مصري. اول تعليق من الدعوة: بحفل زفاف العريس الخليجي خدت الفلوس عادي والعروسة مش فارقة معاها كلام الناس. مشهد مصور من حفل زفاف لم يتعدى دقائق استطاع ان ينتشر كالنار في الهشيم التي اشتعلت في نفوس المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، وتربع ترند المواقع البحثية، حيث ظهر عريس خليجي وهو يرشق عروس مصرية بحزمة من المال، ليتسارع مدعون حتى يلتقطوا المال من على الأرض. ذلك المقطع الذي وصفه الكثير بأنه مغزي. العريس الخليجي يتصدر ترند فيسبوك. لم يتوقف انتشار مقطع العريس الخليجي منذ ليلة أمس، حيث عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم والبعض عن خجلهم من تصرف الحاضرين، فضلا عن وصف العروس بالراقصة في الملاهي الليلية التي ترشق بالأموال على طريقة الكباريهات. وقالت الشابة إنجي أن العروس تدعى مروة وهي جارتها التي كانت تستعد لحفل زفافها بفرحة كبيرة، نظرا لأنها سعيدة بعريسها الذي ساقه إليها القدر. وأضافت إنجي خلال حديثها أن العريس مصري وليس خليجي، وهو أحد أقارب جيران مروة، ولكنه يسكن في السعودية مع أسرته منذ زمن طويل، وحينما رأى مروة أعجب بها
وتقدم لزواجها على الفور. أما عن حفل زفاف العريس الخليجي، حديث منصات السوشيال ميديا، أكدت إنجي أن العريس أراد أن يعبر عن فرحته بأسلوبه الخاص، ورمى الأموال على عروسته من باب الحرية الشخصية، كان فرحان بها وقاعد يرمي فلوس، وكل واحد في بلده عنده عادات وتقاليد. بهذه العبارة فسرت إنجي المشهد الذي أغضب الكثير خلال حفل الزفاف، حينما نقط العريس عروسته وسط المعازيم، وعن أخذ إنجي للأموال التي رشقها العريس الخليجي على العروسة. قالت في هذا الصدد: أنا مش متضايقة، أنا كنت فرحانة بيهم وكل واحد حر، وهو شايف اللي كانوا موجودين في الفرح ناس غريبة ويستهلوا كل خير. واستكملت إنجي: إحنا كنا في فرح يا جدعان، ودي حرية شخصية، والعروسة لها أب وإخوات وموافقين وسايبين الناس تتكلم لأنها سافرت وبتقضي شهر العسل ومش فارقة معاهم كلام الناس. واختتمت إنجي حديثها: هو لو كان غلط الغلط من اللي كان بيصور، بس معلش حصل خير. أهلها ولا اتكلموا ولا قالوا أي حاجة، والعريس كان فاهم إنه كده هيبسطها. وبس كده يا جماعة، نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو وعرفنا إن العريس مصري وليس خليجي كما قال البعض على رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.